Schliel, irene posi, morin shebeh moton tot fem perif, erbes nanei fonait if not, if jotem ben choi so, ben noti o ben so tiri so, os be Christos. Jeffers ke pause ne gone fer voice er on afare her on afshop ten er fofti as er on afti to ten of intentionary ata iono sa in so on mar enti har of opposent te fare her on khempai o so fine ne otiro en te penon en herin ne ven en jebi bando kratore fshoi se ben noti O Master, Lord God, the Pantocrator, the Father of our Lord God and Savior Jesus Christ, we thank you for everything, concerning everything, and in everything. For you have covered us, helped us, guarded us, accept us to yourself, spared us, supported us, and have brought us to this hour. Pray that God may have mercy and compassion on us, hear us, help us, and accept the supplications and prayers of his saints, for thou shouldst in our behalf at all times, and forgive us our sins. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر امنحنا يا رب أن نكمل هذا اليوم المقدس كل يوم وليالي حياتنا بكل سلام مع خوف كل حسد كل تجربة كل فعل الشيطان مؤامرة مشورة الناس الأشرار قيام الأعداء الخافيين والظاهرين انزاح عنا وعن سائر شعبك وعن هذه الكنيسة ومعضاك المقدس هذا المصالحات والنفعات فارزقنا إياها لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان ندوس الحياة والعقارب على كل قوات العدو. نسأل الله الأب ضابط الكل أب ربنا إلهنا مخلصنا يسوع المسيح سنطلب من صلاحك يا محب البشر اذكر يا رب مرضى شعبك يا رب تعهدهم بالمراحم والرأفات اشفيهم من زعنهم عنا كل مرض وكل سقم وروح الأمراض اطرده والذين أبطأ مطروحين في الأمراض قمهم وعزهم والمعذبون من أرواح النجسة أعتقهم جميعا الذين في السجون والمطابق والذين في النافية والسبي والمقبوض عليهم في عبودية مرة يا رب أعتقهم جميعهم وارحمهم لأنك أنت الذي تحل المربوطين وتقيم الساقطين يا رجاء من ليس له رجاء معين من ليس له معين
عزا صغير قلوبنا الذين في العاصف، كل أنفس المتضايقة المحبود عليها، أعطى رب رحمة، أعطى نياحا، أعطاها برود، أعطى نعم، أعطى معونة، أعطى خلاصا، أعطى غفرا خطاياها وأثامها. ونحن أيضا يا ربي أمراض نفوسنا اشفها، والتي لا أكسدنا عافيها، أيها الطبيب الحقيقي الذي لأنفسنا وأجسادنا مدبر كل جسد، تعهدنا بخلاصك. اذكر يا ربي آباءنا وإخوتنا المسافرين والذين يضمرون الصور في كل موضع، سيطرقهم أجمعين إن كان في البحر أو الأنهار، طرق مسلوكة، والمسافرين بكل نوع وكل أحد في كل موضع، ردهم إلى ميناء هادئ، ميناء الخلاص، تفضل اسحبهم في الإقلاع واسحبهم في المسير، ردهم إلى مساكنهم بالفرح، فرحين بالعافية، معافين، اشترك فرعون مع عبيدك في كل عمل صالح. ونحن أيضا يا رب غربتنا في هذا العمر، فاز بغير مضرة ولا عاصف ولا قلق إلى الانقضاء. بك القدوس. Receive them upon your holy rational altar in heaven, the sweet savor of incense before your greatness in the heavens, through the service of your holy angels and archangels. As they have received the gifts of the righteous, humble the sacrifice, our father Abraham, the two mites of the widow, so also receive the thanks offering of your servant, those in abundance and scarcity, hidden or manifest, those who desire to offer to you but have none, and those who have offered this gift this very day. Give them the incorruptible instead of the corrupted heaven, instead of earthly, the eternal, instead of the temporal, their houses and their stores. Fill them with every good thing, surround them, O Lord, by the power of your holy angels. Remember your holy name on earth. Remember them also, Lord, in your kingdom, and in this age to leave them not behind.
مساء ولا في الجوهر الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجله نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومريم العذراء تأنس وصلب عن شوناي إيرون شنهيت خارون ستيميرون إيرون أري إيرون أري ويسن إيرون أولين بك غنت والهارون جن بن شيني خن بك أوغا يوكن النوبي ننبون بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. باكر يوم الاربعاء من الصوم المقدس بركات المقدسه فلتكن معنا امين. من سفر اشعياء النبي بركه المقدسه فلتكن معنا امين. لان من صهيون تخرج الشريعه ومن اورشليم كلمه الرب فيقضي بين الامم وينصف لشعوب كثيرين فيطبعون سيوفهم سكاكا ورماحهم مناجل ولا ترفع امه على امه سيفا ولا يتعلمون الحرب فيما بعد
يا بيت يعقوب هلما نسلك في نور الرب، فإنك رفضت شعبك بيت يعقوب لأنهم امتلأوا من المشرق، وهم عائفون كالفلسطينيين ويصفحون أولاد الأجانب، وامتلأت أرضهم فضة وذهبا ولا نهاية لكنوزهم، وامتلأت أرضهم خيلا ولا نهاية لمركباتهم، وامتلأت أرضهم أوثانا ويسجدون لعمل أيديهم لما صنعته أصابعهم. وينخفض الإنسان وينطرح الرجل فلا تغفر له، أذكر أدخل إلى الصخرة واختبئ في التراب من أمام هيبة الرب ومن بهاء عظمته، توضع عين تشامخ الإنسان وتخفض رفعة الناس، ويسمو الرب وحده في ذلك اليوم مجدا للثالوث القدوس إلهنا. من يقيل النبي بركاته على جميعنا، أمين. ولكن الآن يقول الرب: ارجعوا إلي بكل قلوبكم بالصوم والبكاء والنوح، ومزقوا قلوبكم لا سيابكم، وارجعوا للرب إلهكم لأنه رؤوف رحيم بطيء الغضب وكثير الرأفة، ويندم على الشر لعله يرجع ويندم، فيبقى وراءه بركة تقلمة وسكيبة للرب إلهكم. اضربوا بالبوق في صهيون، قدسوا صوما، نادوا باعتكاف، اجتمعوا الشعب، اجمعوا الشعب، قدسوا الجماعة، احشدوا الشيوخ، اجمعوا الأطفال ورضيع السد، يخرج العريس من مخدعه والعروس من حجلتها، يبكي الكهنة خدام الرب بين الرواق والمذبح، ويقولوا: اشفق يا رب على شعبك، ولا تسلم ميراثك للعار حتى تجعلهم الأمم مثلا. لماذا يقولون بين الشعوب: أين إلهكم؟ فيغار الرب لأرضه ويرق لشعبه، ويجيب الرب ويقول لشعبه: هأنذا مرسل لكم قمحا ومسطارا وزيتا لتشبعوا منها، ولا أجعلكم أيضا عارا بين الأمم، والشاملي أبعده عنكم وأطرده إلى أرض ناشفة ومقفرة، مقدمته إلى البحر الشرقي وساقته إلى البحر الغربي، فيصعد نتنه وتطلع زهمته لأنه قد تصلف في عمله. لا تخاف أيها الأرض، ابتهجي وافرحي لأن الرب يعظم عمله، لا تخافي يا بهائم الصحراء، فإن مراعي البرية تنبت لأن الأشجار تحمل ثمرها التينة والكرمل تعطيها قوتهما. ويا بني صهيون ابتهجوا وافرحوا بالرب إلهكم لأنه يعطيكم المطر المبكر على حقه، وينزل عليكم مطرا مبكرا ومتأخرا في أول الوقت، فتملع البيادر حنطة وتفيض حياط المعاصر خمرا وزيتا، وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد الغوغاء والطيار والقمص، جيش العظيم الذي أرسلته عليكم، فتأكلون أكلا وتشبعون وتسبحون اسم الرب إلهكم الذي صنع معكم عجبا ولا يخزي شعبي إلى الأبد. مجد للثالوث القدوس إلهنا إلى أبد الأبدين، آمين. لنومين تغناطا انا استومينك، لنومين تغناطا يا انا استومينك، لنومين تغناطا. ايها الطويل الاناهر كثير الرحمه الحقيقي، اقبل سؤالتنا وطلبتنا منا، اقبل ابتهالنا وتوبتنا واعترافنا على مذبحك المقدس الغير الدنس السمائي، فلنستحق سماع نجيلك المقدسه ونحفظ وصاياك، ومنك المثمر في 130 بالمسيح يسوع ربنا. اذكر يا رب مرضى شعبك في قدم بالمراحم والرأفات، اشفيهم كثير يا ليسوا. نذكر يا رب أبانا وأخوتنا المسافرين، ردهم إلى أوطانهم بسلام وعافية يا رب. لنومين تغناطا أنستومينك، لنومين تغناطا يا أنستومينك، لنومين تغناطا. Remember O Lord the heir of heaven, the fruits of the earth, bless them. Remember, O Lord, the water of the rivers that bless them, raise them to their measure according to your grace. Lord, have mercy. Remember, O Lord, the seed, the herbs, the plants of the field this year. Lord, have mercy. Linomin tagunata. Nastuminik linomin tagunata. Yeah, nastuminik linomin tagunata. Rabb, خلاص الناس والدواب. يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك، وكل الموضع كل أديرة أبائنا الأرثوذكسيين.
اشكرك يا رب عبدك رئيس أرضنا احفظه في سلام وعدل ومقدرة. لنومين تغناطا نصتو منك لنومين تغناطا كيه نصتو منك لنومين تغناطا كرب المزبين نجيهم جميعا كر أبانا وخطنا الذين رقدوا وتنحف الإيمان الأرثوذكسين أنفسهم أجمعين ورب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السمائي لنوم انت غناطا نصت منك لنوم انت غناطا كيه نصت منك لنوم انت غناطا ورب المتضايقين في الشدائد والضيق تخلصهم من جميع شدائدهم ورب موزي شعبك ارحمهم ثبتهم في الإيمان بكل بقاء تبت الأوسان انزاح من قلوبهم ناموس خوفك وصاياك حقوق أمرك المقدس ثبت في قلوبهم أعطيهم أن يعرفوا ثبات الكلام الذي وعظ به في الزمان المحدد فلا استحقوا حميم ميلاد لغفران خطيئة مستعدهم أي كلام لروحك القدوس Master Lord Jesus Christ, our God, who said to his saintly and our disciples and holy apostles, many prophets and righteous men have desired to see the things which you see and have not seen them, to hear the things which you hear and have not heard them. But as for you, blessed are your eyes, for they see and your ears, for they hear. May we be yours that we hear and act according to your holy gospel through the prayers of your saints. اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا وصلنا نذكرهم في سؤالتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب وإلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا ربنا يحم مرضى شعبك اشفيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا خلصنا كلنا رجاءنا كلنا شفاؤنا كلنا وقيامتنا كلنا Then up with the fear of God, let us hear the Holy Gospel, a chapter from the Holy Gospel, according to our teacher, St. Luke. May his blessings be with us all. Amen. From the Psalms of our teacher David the prophet and the king, may his blessings be with us all. Amen. Remember your compassions, O Lord, and your mercies, for they are from everlasting. Do not remember the sins of my youth, nor my sins of my ignorance. Blessed is he who comes in the name of the Lord, our Lord, God and Savior and King of us all, Jesus Christ, Son of the living God, to whom is due glory forever and ever. Amen. But woe to you who are rich, for you have received your consolation. Woe to you who are full, for you shall hunger. Woe to you who laugh now, for you shall mourn and weep. Woe to you when all men speak well of you. For so did their fathers to the false prophets. But I say to you who hear, love your enemies, do good to those who hate you. Bless those who curse you and pray for those who spitefully use you. To him who strikes you on the cheek, on one cheek, the other too also. And from him who takes away your cloak, do not withhold your tunic either. Give to everyone who asks of you. And from him who takes away your goods, do not ask them back. And just as you want men to do to you, you also do to them likewise. But if you love those who love you, what credit is that to you? For even sinners love those who love them. But if you do good to those who do good to you, what credit is that to you? For even sinners do the same. And if you lend to those from whom you hope to receive back,
All credit is that to you, for even sinners lend to sinners to receive as much back. أنا الذي في السماوات تقدس اسمك. أيها السيد الرب يسوع المسيح الابن الوحيد وكلمة الله الأب الذي قطع كل ربطات خطيئة من قبل ألامه المخلص المحيي الذي نفخ فوق تلاميذ القديسين الرؤساء الخالق والروح القدس من أفرتم من خطيئة غفرت لما أمسكتم وهي أمسكت أنت رأني سيدة من قبل رسلك الأطهار ونعمت على الذين آمنوا في الكهنوت في كل زمان في كنيستك المقدسة أن يغفروا الخطايا الأربعة تحل كل ربطات الظلم نسأطلب من صلاحك محب بشر عبيدك إخوتي وضعفي نحن المنحنين برؤسنا مجدك المقدس ارزقنا رب رحمتك تعالنا كل ربطات خطايانا ونأخذ أخطاءنا لك في شيء بعلم أو بغير علم أو بجزع القلب أو بالفعل أو بالقول أو بصار النفس فأنت سيد رب العارف ضعف البشر كصالح ومحب البشر اللهم إنا ملينا بغفران خطايانا باركنا طهرنا حرنا ملأنا من خوف قناتك المقدسة أنك أنت ملكنا ينبارك المجد كرم ما بيك الصالح روح قدس الآن وكل أونا وذاك الدور كلها أمين. Robin Choice, Jesus be Christus, ve ta verneste vinere egon, enehme en eho on, emehme en egor, sotiem mono on, ainan, kiriele ison. Sime tonia koni evol gombi, Christus penuti. يا ملك السلام أعطينا سلام أقر لنا السلام أكفر لنا خطايانا لك الملك والقوة والمجد الأبد أمين بقولنا جميعا يا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك. محبة الله الأب نعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح شركة في مدر القدس فلتكن مع جميعكم شوي سنينان خنفران مفيوتن مبشيرين بما ثواب ونوت سكسبتري كدين كي كستوسون سلطات الساعة الثالثة the prayer of the third hour we offer to Christ our King and our God beseech him to forgive us our sins from the Psalm teacher David the prophet and King may his blessing be the soul amen.
Luxus, Theotheos, and holy, 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 from the Holy Gospel according to our teacher, St. John, may his blessing be this all. Amen. You know that I love the Father, and as the Father gave me commandments, so I do. Or as let us go from here, for I am the true vine, my Father is a vine dresser. Every branch he does not bear fruit, he takes away. Every branch he bears fruit, prunes that it may bring more forth fruit. Now you are clean through the word which I have spoken unto you. Abide in me, and I in you. And glory be to God now and forever. Amen. May the saying be fulfilled in peace. Then wash them, come by the source, and be caught in our source. In the mass, we have Jack, exalt them in the name of the Holy Spirit, O Lord. Come and send forth upon your holy disciple and our apostle, and assert thou do not take away from us, O God, but to renew him with a great and clean heart, O God. Renew a right spirit within me. Do not cast me away from your presence. Do not take your Holy Spirit away from me. O Lord, O send down your Holy Spirit upon your disciple and our apostle, and assert thou do not take him away from us, O God, but we ask you to renew him within us, O Lord Jesus Christ, Son of God, the Word, the life, alive, gift, spirit, prophecy, and chastity. Spirit of holiness, righteousness, and authority, O the Almighty One, for the light of our souls. O you who give light to everyone that comes into the world, have mercy on us. O Theotokos, Mother of God, the eye, the true vine, who pour the cluster of life, ask your fellow grace. With the apostles for the salvation of our souls, blessed is the Lord our God, blessed the Lord day by day, he prepares our way for us, God of our salvation. Heavenly kingdom, come for this spirit, truth, this present all place, and fills all the treasures, good things in life. Give our graciously come and dwell within us and purify us from all defilement, O good one, and save our souls. Just as Ruth, your disciples, O Savior, and gave them peace, graciously come also and be with us and grant us your peace and save us and deliver our souls. Whenever we stand in your holy sanctuary, consider us standing in heaven, O Theotokos. You are the gate of heaven, open for us the gate of mercy. O Lord, hear us and have mercy on us and forgive us our sins. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 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 Kreleison, kreleison, kreleison. Kreleison, kreleison, ya Rabbi Urham. Kreleison, أبانا الذي في السماوات Praise name and the prayer of the 6 hour صلاة الساعة الستة وقدمها المسيح ملك وإله رجاء في جميع خطايا مزامير 30 معلمنا داود نبي ملك بركاته جمعنا أمين
دوكساسيو ثيوسيمون قدوس 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 وصم بشارف معنا ماري متى البشير والتمييز الطاهر بركات وعلى جمعنا امين. فلما ابصر الجمهور صعد الى الجبل وعندما جلس تقدم اليه تلاميذه ففتح فاه وعلم قائلا توبى للمساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات، توبى للحزان الان لانهم يتعزون، توبى للودعاء لانهم يرثون الارض، توبى للجياع ولا يعطش للبر لانهم يشبعون، توبى للرحماء لانهم يرحمون، توبى لانقياء القلب لانهم يعينون الله، توبى لصانع السلام لانهم يدعون ابناء الله، توبى للمطرودين من اجل البر لان لهم ملكوت السماوات، توبى لكم اذا تعرضوكم وعيروكم وقالوا فيكم من اجل كل شهر كاذبين، افرحوا تهللوا لان اجركم عظيم في السماوات، فانهم هكذا طردوا الانبياء الذين كانوا قبلكم، انتم ملح الارض فاذا فسد الملح فماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء لان ان يطرح خارجا وتدوسه الناس، انتم نور العالم لا يمكن ان تخفى مدينه كائنه على جبل ولا يوقدون سراجا ويضعون تحت مكيال بل يضعون على المناره فيضيء لكل من في البيت، هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يرى اعمالكم الحسنه فيمجدوا اباكم الذي في السماوات. والمجد لله دائما ابدا امين. لكم القول الله بسلامه نشتمك برسوس بك وتناصوص نمبي ابن مصواب جيوكيك صوت منين من في اليوم السادس الساعه السادسه ثم ارتع على الصليب من اجل خطا تجرأ عليها ابونا ادم في الفردوس مزق سخطين المسيح لنا وخلصتنا صرخت الله ورب سمعني اللهم استجب صلاتي وترفض الطلبات التفت الي واسمعني عشيه وباكر يخطى زوري كلامي يقول فاسمع صوتي وخلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيح لنا سمرت على الصليب في الساعه السادسه وخطات الخطيه بالخشبه وحياه الميت بموتك الذي هو الانسان الذي خلقته بذلك الذي مات بالخطيه اقتل اوجعنا بالامك شفي المحي المسامير التي سمرت بها انقذ عقولنا من طائشه الاعمال الهائله والشهوات على ما تذكر احكامك السمائيه كرافاتك. إذ ليس لنا دل ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا فنحن بك نتوسل لزورة منك يا والتر العذر كثيرة شفاعة قوية مقبولة عند مخلصنا أيتها الأم الطاهر لا ترفضي خطأ من شفاعتك عند الذي ولد منك رحوم قادر على خلاصنا لأنه تألم من أجلنا لك ينقذنا فلتدركنا رأفاتك سيننا قد تمسكنا جدا أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب نجينا أفلنا خطايانا من أجل اسمك القدوس. صنع التخلاص فصل الأرض كلها المسيح إلهنا عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب فلهذا كل أم تصرخ إلى المجد لك يا رب. نسجد لشخص غير الفاسد والصالح طالبين مغفرة خطايانا والمسيح إلهنا لأنك بمشيئتك صرت تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت كل فرحنا يا المخلص لما أتيت لمتعيد العالم يا رب المجد لك. أنت يا ممتلئ نعمة وليت لله العذراء نعظمك لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت أمواتا كنا فانهارنا استحققت الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول من أجل هذا نمجد بشكر غاية مات مسيح إلهنا. أسألك يا رب اسمعنا وارحمنا فلنا خطايانا أمين. كري ليسون كري ليسون كري ليسون 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 كري ليسون كري ليسون يا رب ارحم. أبانا الذي في السماوات قيسنا لين صلاة الساعة التاسعة the prayer of the ninth hour we offer to Christ our King and our God beseech him to forgive us our sins from the son of David the prophet and King may his blessing be the soul amen.
Simon, holy, 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 from the Holy Gospel according to our teacher Saint Luke, may his blessings be with us all. Amen. And the apostles, when they returned, told them all that they had done, and he took them and inside privately into a place belonging to the city called Bethsaida. And when the multitudes knew it, they followed him and received him and spoke to them about the kingdom of God and healed those who had need of healing. When the day began to wear away, the 12 came and said to him, send the multitude away that they may go into the towns and countries round about and lodges and get provisions. For we are here in a deserted place. But he said unto them, you give them to eat. And they said, we have no more than 5 loaves and 2 fish, unless we go and buy food for all these people. For there were about 5,000 men. And he said to his disciples, make them sit down in groups of 50. And they did so, and made them all sit down. Then he took the 5 loaves and the 2 fish, and looking up to heaven, he blessed them and broke them, and gave to the disciples, set before the multitude. And they ate and were filled, and all filled, and the 12 baskets of remaining fragments were taken up by them. And glory be to God now and forever. Amen. May the same God be fulfilled in peace in our stomach of Christos and Picotanasos. Nimpibna Maswab Jacksotim and O you who tested this in the flesh in the 9th hour for our sake with the sinner, put to this our carnal loss of Christ our God and deliver us. Let my supplication draw close before you, O Lord, according to your word, give me understanding. If my petition come before your presence according to your word, revive me. O you who has commanded the Spirit into the hands of the Father as he hang on a cross in the 9th hour and guided the sea, who was crucified with you into entering the paradise, do not neglect me, O good one, nor reject me, I the lost, and by sanctify my soul and light of my understanding, allow me to be partaker of the grace of life-giving mysteries. Now when I taste of your benevolence, I offer you praise without look or mislonging for a splendor of our thing, O Christ our Lord, and deliver us. O you who was born of the Virgin for our sake and endured crucifixion, O good one, and abolished this by your death and manifested resurrection by your resurrection, O God, do not turn away from those whom you have created with your own hand, but manifest, O good one, your love for mankind. Accept from your mother intercession our behalf, deliver, O Savior, a humble people. Do not leave us to the end, do not forsake us forever. Do not break your covenant, do not take away from us your mercy. For the sake of Abraham, your beloved Isaac, your servant Israel, your saint. أما أبصر الرس رئيس الحياة على الصليب معلقا قال له لأن المصلوب معنا إلى يوم التجسد ما كانت الشمس أخذت شعاعها ولا الأرض ما أجد مرتعدة لكن يا القادر على كل شيء ومحتمل كل شيء اذكرني يا رب متى جيت في ملكوتك يا من قبل لا يعترف اللص على الصليب اقبلنا اليك يا الصالح نحن المستوجبين حكم الموت من اجل خطايانا نقر بخطايانا ما هو معترفين بألوهيتك ونصرخ معه جميعا اذكرنا يا رب متى جيت في ملكوتك عندما نظرت الوالده الحمل والراعي مخلص العالم على الصليب معلقا قالت وهي باكية ما العالم فيفرح لقبوله الخلاص وأما أحشائي فلتلتهب عند نظري إلى صلبوتك الذي أنت صابر عليه من أجل الكل يا ابني وإلهي. O Lord, hear us and have mercy on us and forgive us our sins. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 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 Eleison, 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 Lord have mercy. بين الذي في السماوات تتقدس اسمك فيسنين عين صلاة الغروب والنوم مقدمها المسيح ملك يدارك في الجامعة زمية 30 معلمنا داود ملك بركات جمعنا ميدة بير of 11th and 12th hour
زكساسيو ثيوسي من قدوس 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 فصم بشارفنا مري لوق البشير وتمزدار بركاته أجمعنا أمين. ثم قام من المجمع ودخل بيت السمعان وكانت حماة سمعان بحمى شديدة فسألوه من أجلها ووقف فوقا منه وذكر الحمى فتركتها في الحال. قامت خدمتهم عند غروب الشمس كان الذين عندهم مرض بأمنوع أمراض كثيرة يقدمهن إليها أما هو فكان يضع يديه على كل واحد فيشفيهم وكانت الشياطين تخرج من كثيرين وهي تصرخ وتقول أنت هو المسيح ابن الله فكان ينتهرهم ولا يدعهم ينطقون لأنهم كانوا قد عرفوا أنه هو المسيح. والمجد لله دائما أمين لك من خير الله بسلامة نشمة كبير سوسا بكبتنا أصول من مسواب جياكيك سوت يومين إذا كان الصديق بالجهد يخلص وإن أرزر أن الخاطئ سقن النهار وحره لم احتمل ضعف بشريتي لكن أنت الله الرحمة سيدنا أصحاب الساعة الحادي عشر النهاية نزاب الأسم حبل بي في الخطايا ردتني أمي فما أكثر أنظر إلى السماء لكني أتكد رحمتك محبتك البشرة صارخا قال اللهم ارحمني وخلصني. سر علي يا مخلص فتح الأحضان الأب أفنية عمري في اللذات والشاطق مضى مني نهار وفتفى لأن أتكد رعفتك رتي لا تفرح فلا تخلن قلبي خشم فتقد رحمتك لأني إليك يا رب أصرخ بتخشع أخطأتي بتأفس من قدامك لست مستحقا أن أدعى لك ابن بارك عني كأحد أجرائك. لكل اسم بحرص ونشاط فعلته لكل خطيئة بشوق أكتئب وكل عذاب وحكم استوجبت فهي إلي أسباب التوبة يا أستاذ عزراء فعليك يا ضر بك يستشفع إياك يا دعون تساعديني لألا أخذ عند مفارقة نفسي من جسدي أحضر عندني ومامرة الأعداء إذن أبواب الجحيم يغلقي لألا يبترى نفسي يا روز بلعيب الخطن الحقيقي. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي لازم أعزاء أرحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي لازم سلب عنا أرحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي لازم يموت الزقام من الموت صادر السماء مجد الآب والابن روح قدس الآن وكان دور دروك سلوس القدوس ارحمنا سلوس القدوس ارحمنا سلوس القدوس ارحمنا يا رب فلنا خطايانا يا رب فلنا أسامنا يا رب فلنا افتقد مرض شعبك اشفيهم من أجل اسمك القدوس أبانا خطنا الذين رقد يا ربنا احنا فوسهم وقت رب ارحمنا نزب الخطأ رب عنا اخت البطن ليك لأن ذلك المجد العز والتقديس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا بارك أمين. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك لك ملكوتك تكون سلام لك نسألك أتو القديسة امتلأ مجد العزراء كل حين وآلت إلههم المسيح صادي صلواتنا منك الحبيب لا فلنا خطايانا سلام التي ولت لنا النور الحقيق المسيح لنا العزراء القديس اسأل الرب عنا لسنا رحمة مع نفسنا فلنا خطايانا أتو العزراء مريم وآلت إله القديس الشفيع الأمين الجنس البشرية اشفع فينا المسيح الذي رتي لك نعمان مغفرا خطايانا سلام لك تعزر ماك الحقية الحقانية السلام لفخر جنسنا ولدت لنا عمان وإيل أسألك اذكرين يا الشفيع المؤتمن عمر ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا زوك صاصيو ثيوسي من قدوس 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 أصلا بشارك معلمنا ماري لوق البشير وتميز الطار بركاته على جمعنا أمين. وإذا إنسان كان بورشليم اسمه سمعان وهذا الإنسان كان برا تقيم متوقعا تعزية إسرائيل والروح القدس كان عليه وكان قد أعلم بيوحنا الروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يعلن المسيح الرب فأقبل بالروح إلى الهيكل ولما دخل بالطفل يسوع أبوه لصنعانه كما جاء في الناموس حمله سمعان على ذراعيه وبارك الله قائلا الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي اعتقدته قدام جميع الشعوب نورا تجلى للأمم مجد لشعبك إسرائيل. And glory be to God now and forever. Amen. May the same God be fulfilled be strong to make us to make our souls. And be now my soul, Jack, exo, Timon and Ambi, hold and bow to stand before the just judge, terrified and trembling because of my many sins for the life spent in pleasure deserve condemnation, but repent, O my soul, as long as you dwell on earth, for inside the grave dust does not praise, and in this no one remember, neither in Hades does anyone give thanks. Therefore arise from the slumber of lustiness and entreat the Savior, repenting and saying, God have mercy on me and save me. لو كان العمر ثابتا وهذا العالم مؤبدا لكان لك يا نفسي حجة واضحة لكن إذا انكشفت أفعالك الرديء وشرك القبيح أمام الدين العادل فأي جواب تجيبين وأنت على سرير خطايا من طرح في إخضاع الجسد متهاون يا المسيح أن نكرس حكمك المرهوب أفزع ولمجلس دينونتك أخشى نرش على هوتك أجزع عن الشق المتدنس الراقد على فراش متهاون في حياتي لكن أتخذ سورة العشر قال عن صدري قال اللهم اغفر لي فإني خاطي. أيها العذراء الطاهرة إزبال زلك السريع المعونة العبد كبعدي أمواج الأفكار الرديان هي نفسي مريضة للصلاة والسهر
الناس طرقت في سبات عميق أنك أم قادر رحيم مريتين بولامك وليس المسيح رجائي. تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة بغير خطية. مبارك أنت رب تزبرك باسم القدوس. نعم الكل تترجاك لأنك أنت لست تعطيهم طعامهم في حيني. اسمعنا اللهم خلصنا رجاء أقدار أنت رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل. وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. آمين. يا ليسون يا ليسون يا رب ارحم. اسمعنا وارحمنا. كيريا ليسون كيريا ليسون ارحمنا يا الله. التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بإرادتنا الخفية والظاهرة. يا رب الظاهرة يا رب اغفر لنا من أجل اسم قدوس الذي يزدوا على عينينا كرحمتك يا رب وليس كخطايانا.
أريف ما في بشوي سنة طف إني ناك خون إنه يذورن نم طف إين وإجو أون من طف إين ويفول هتو توم وينو تيرن بذيك بإيفول خن في أوي شوشي انت ابنو اوتي نهرين بهو ام ابنوتي في اطف اي ام بونوف انت طامت الو تينا اون هنا كفول ابنوتي بنوتي خنوكي سارا اري اف مف اب شوي سن دافيد dem tev meterem rav shiter zali elo o o o o o o en fran im fiut nim fshirin im pieb no ma es o ab o noti en o o t f s mar o o t n g f noti fiut bi bando krator اسمارو اوت انجيب اخمانو جنيس انشيري اسوس بي اخريستوس بن شويس اف اسمارو اوت انجيب ابنف ما است او ابن باراكليتو طوب شايني آمين تبتري كيوك أميوم نوما في كنين كاين كنسوسي أوناستوني أونون آمين ألدو يا بيل بمرسف كيستاسي تيريني با شبه موتن تطفن بريف اربس نانيف او نايتف نوتف يوتن بن شويسو بن نوتو بن سوتي ريسوس بخريستوس جافرس كبازن ايغون فرويس ايرون اف اريه ايرون شبتن ايرو فافتياسو ايرون افتيتو تينا فنتن شا اهري اتاي او نوساي ان صوف او انمار انتي هيرو فوبوس انتف اريه ايرون ان باي ايه او اس او اب فاين ام نيه هاتير ان تيب ان ان خن هرين ان افين ان جبي بان دو كراتور اب شوي سيب ان او تي او سيب اكس او ستي ريالي او ماستر لورد غاد دا بان دو كراتور دا فازر اوف اوار لورد غاد ان سيفير جيسوس كريست وي ثانك يو For everything, concerning everything, and in everything. For you have covered us, helped us, guarded us, accepted us to yourself, spared us, supported us, and have brought us to this hour. May God be mercy and compassion on us, your us, help us, and accept the supplications and prayers of his saints, without which is good not be at all times, and make us partake of the communion of his holy and blessed mysteries. For the remission of our sins. Lord, have mercy. In agli hazan, asal wa natlub min salahika ya muhib al-bashar. Imnahna ya Rabbi an nukammil hadha al-yawm al-muqaddas wa kulla ayam wa layali hayatina bi kulli salamin ma khawfak. كل حسد كل تجربة كل فعل الشيطان مؤامرة ومشورة الناس الأشرار قيام الأعداء الخافين والظاهرين
انزح عنا عن سائر شعبك وعن هذه المائدة الكهنوت وعمودك المقدس هذا الصالحة النافعة وارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحياة والعقارب وعلى كل قوات العدو. عبيدك يا رب خدام هذا اليوم الشمس والأكليرس وكل الشعب وأضعافي فليكونوا محاللين من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس هم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسول من أفاة الاثنى عشر رسولا من فم الناظر القديس مرقس الرسول الطاهر والشهيد بطريرك القديس سويرس معلم ديسقورس والقديس أثناسيوس الرسولي والقديس بطرس الشهيد الطاهر رئيس كان القديس يوحنا ذهبي الفم والقديس كيريلوس والقديس باسيليوس والقديس أرغوريس ومن أفواه 318 مجتمعين بنيقيا و150 بالقسطنطينية و200 بأفسوس من فم أبينا البطريرك البابا الأنبا تودروس الثاني من فم الشريك في الخدمة الرسولية أبينا المطران المكرم الأنبا سيرابين ومن فم حقارتي بأنه مبارك مملوء مجدا اسمك القدوس الآب والابن والروح القدس الآن وكل آن الله الدور كلها أمين. Hey, hey, hey.
سارو اون سي ات و اي خ بولس فصل من رسالة معلمنا القديس بولس الرسول إلى روميا بركته المقدسة فلتكن معنا أمين. فلنعكف إذن على ما هو للسلام وما هو للبنيان بعضنا لبعض. لا تنقض لأجل الطعام عمل الله، كل الأشياء طاهرة، لكنه شر للإنسان الذي يأكل بعثرة. حسن أن لا تأكل لحما ولا تشرب خمرا ولا شيئا يصطدم به أخوك أو يعثر أو يضعف. ألك إيمان؟ فليكن لك بنفسك أمام الله. طوبى لمن لا يدين نفسه فيما يستحسنه، وأما الذي يرتاب فإن أكل يدان، لأن ذلك ليس من الإيمان، وكل ما ليس من الإيمان فهو خطية. فيجب علينا نحن الأقوياء أن نحتمل أضعاف الضعفاء ولا نرضي أنفسنا، فليرضي كل واحد منا قريبه للخير لأجل البنيان، لأن المسيح أيضا لم يرضي نفسه، بل كما هو مكتوب: تعييرات معيريك وقعت علي، لأن كل ما سبق فكتب لأجل تعليمنا، حتى بالصبر والتعزية بما في الكتب يكون لنا رجاء. وليعطكم إله الصبر والتعزية أن تهتموا اهتماما واحدا فيما بينكم بحسب المسيح يسوع، لكي تمجدوا الله أبا ربنا يسوع المسيح بنفس واحدة وفم واحد. لذلك اقبلوا بعضكم بعضا كما أن المسيح أيضا قبلنا لمجد الله. نعمة الله الآب فلتكن مع أرواحكم يا أبي وإخوتي، آمين. The Catholic Epistle from the second epistle of our teacher Saint Peter. His blessings be upon us, amen, my beloved. By which have been given to us exceedingly great and precious promises, that through these you may be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust, but also for this very reason, giving all diligence, add to your faith virtue, to virtue knowledge, to knowledge self-control, to self-control perseverance, to perseverance godliness, to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness love. For if these things and yours are abound, you will be neither barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. For he who lacks these things is short-sighted even to blindness, and has forgotten that he was purged from his old sins. Therefore, brethren, be even more diligent to make your calling and election sure. For if you do these things, you will never stumble. For so an entrance will be supplied to you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord Jesus Christ. Lord and Savior Jesus Christ, do not love the world, nor the things on the world, the worship pass away in all desires, but he who does the will of God shall abide forever. Amen. Oh.
شليلني بيستو او ينتبي اي 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 البراكسيس فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فتحل على أرواحنا جميعا أمين. ثم في الغد فيما هما يسافرون ويقتربون إلى المدينة صعد بطرس على السطح ليصلي نحو الساعة السادسة، فجاع كثيرا واشتهى أن يأكل، وبينما هم يهيئون له وقعت عليه غيبة فرأى السماء مفتوحة وإناء نازلا عليه مثل ملاءة عظيمة مربوطة بأربعة أطراف ومدلاة على الأرض، وكان فيها كل دواب الأرض والوحوش والزحافات وطيور السماء، وصار إليه صوتا: قم يا بطرس اسبح وكل. فقال بطرس: كلا يا رب، لإني لم أأكل قط شيئا دنسا أو نجسا. فصار إليه أيضا صوت ثانيا: ما طهره الله لا تدنسه أنت. وكان هذا على ثلاث مرات. ثم ارتفع الإناء أيضا إلى السماء، وإذا كان بطرس يرتاب في نفسه ما عسى أن تكون الرؤيا التي رآها، إذا الرجال الذين أرسلهم من قبل كورنيليوس وكانوا قد سألوا عن بيت سمعان وقد وقفوا على الباب ونادوا يستخبرون: هل سمعان الملقب بطرس نازلا هناك؟ وبينما بطرس متفكر في الرؤيا قال له الروح: هوذا ثلاثة رجال يطلبونك لكن قم وانزل واذهب معهم غير مرتاب في شيء، لأني قد أرسلتهم. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد وتعتز في بيعة للمقدسة. الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. اليوم هو الأول من شهر برمهات المبارك، أحسن الله استقباله وأعادوا علينا وعليكم وأنتم في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والأسام من قبل مراحم الرب أمين. On this day was the martyrdom of two saints, Macronius and Thecla, the blessings of their prayer be with us all Amin. وفيه أيضا من سنة 13 للشهداء سنة 297 ميلادين استشهد القديس ألكسندروس الجندي. ولد هذا القديس بمدينة روما وتربى فيها وكان جنديا في جيش الإمبراطور ماكسيميانوس. وعينه الإمبراطور ديقديانوس سنة 286 مساعدا له على إيطاليا وأفريقيا، وحدث أن آمن القديس بالمسيحية فسمع بذلك الإمبراطور فاستدعاه وطلب منه التبخير للأوثان فرفض، ولما أصر الإمبراطور أجابه القديس بشجاعة مملوءة أدبا: إنك صاحب سلطان أيها الإمبراطور، لك أن تفرضه علي وأنا سعيد، وأنا أهابك كإمبراطور لكني أحب إلهي أكثر منك. فهدده الإمبراطور بالموت ما لم يذبح للأوثان، فأجابه: الموت الذي تظن أنك تهددني به هو في نظر المسيحيين الحياة. فغضب الإمبراطور أمر بتعليقه من يديه ويربط حجر في رجليه، ثم أمر أيضا بضربه وبحرقه حيا. وكان الرب في كل هذا يقيمه سالما ويقويه، وأخيرا أمر بقطع رأسه فنال إكليل الشهادة بركة صلواته فلتكن معنا أمين. وفيه أيضا من سنة 222 تناحى الأب القديس ناركيسيوس أسقف بيت المقدس، وكان هذا الأب قديسا كاملا، فأقاموه أسقفا على بيت المقدس بأورشليم في عهد الإمبراطور سبتيميوس ساويرس.
فرعى شعب المسيح رعاية رسولية حقيقية، غير أن هدوء الكنيسة لم يدم طويلا لموت الإمبراطور وقيام أباطرة بعد أثار الاضطهاد على المسيحيين. بركة صلواته فلتكن معنا أمين. وفي مثل هذا اليوم تعاد الكنيسة بنياحة القديس الأنبا مرقورة الأسقف، بركة صلواته فلتكن معنا أمين. وفي أيضا تنيح الراهب جرجس ابن العميد الشهير بابن المكين. تعلم هذا القديس منذ الصباح علوم الكنيسة ونبغ فيها، ولشدة نسكه وزهده ترك العالم وغناه وكرس حياته للعبادة والصلاة مع البحث والدراسة والتأمل في عظائم الله في دير الأنبا يؤنس القصير في طره بالقاهرة، حيث لبس الإسكيم الرهباني. وقد اهتم هذا الأب بدراسة اللغات القبطية والعربية واليونانية، كما درس المنطق والفلك والتاريخ ووضع 4 مؤلفات نافعة. وقد كان لهذا القديس أخ يسمى الأسعد إبراهيم، وكان يعمل كاتبا لجيوش الملك العادل في القرن 13 الميلادي. ولما أكمل القديس الراهب جرجس جهاده والحسن تنيح بسلام، بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا آمين. سيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل إلى الأطهار المكرمين قائلا: إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا، أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع، فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بطلبات قديسك. صلوا من أجل الإنجيل المقدس. اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم، مرضى شعبك اشفيهم، لأنك أنت وحياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاؤنا كلنا، وشفاؤنا كلنا، وقيامتنا كلنا. Cosumiento agio evangelio. وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس
فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشير التلميذ الطاهر بركاته. على جميع مزامير 30 معلمنا داود النبي الملك بركاته علينا أمين. احفظ نفسي وانقذني لا أغزى لأني عليك توكلت. التفت إلي وارحمني هللويا. مبارك هو الآتي باسم الرب إله القوات ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. بل أحبوا أعداءكم واحسنوا واقرضوا وأنتم لا تروجون شيئا فيكون أجركم عظيما وتكونون بني العلي فإنه منعم على غير الشاكرين والأشرار. فكونوا رحماء كما أن أباكم أيضا رحيم ولا تدينوا فلا تدانوا. لا تقضوا على أحد فلا يقضى عليكم اغفروا يغفر لكم. أعطوا تعطوا كيلا جيدا ملبدا مهزوزا فائضا يعطون في أحضانكم لأنه بنفس الكيل الذي به تكيلون يكال لكم. والمجد لله دائما. بهيرين انت ابنو تسئذر شو سئنو سنفين السهارين انت نيتيخم بخريستوس إيسوس بن شوز أي إرنوفي أي إرنوفي بشوي سيسوس كوني إيفول جي إمون فوكنا أت إرنوفي أوزي إمون تشوي إنات كو إيفول جي بن يوتت خني في أوي مارفتوفو إن جي بكران ماريس إي إن جي تكمتو أورو جي فوك بيبي أو شانييني جي فز مارو أوتين جي فيوت نيم بشيري نيم بيب نيف ما إس أواب تتري ياسد جي كيفو تن أو أشتم مستن تيونس. في الحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق واحد من الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد النار مريم العذراء تأنس وصلى عن عبد الله
بيت اخوتي سامحوني صلوا عني في Bibrosevki stasite irene pasi etom neumati so God the great the eternal who formed man in incorruption, and this which enter into the world through the envy of the devil, you have destroyed by the life-giving manifestation of your only begotten Son, our Lord God and Savior, Jesus Christ. You have filled earth with heavenly peace, by which is a host of angels glorify you, saying, Glory to God in the highest peace on earth, goodwill toward men. Pray for perfect peace, love, and the holy apostolic greetings. Lord, have mercy. According to you, with your peace. Cleanse us from all blemish, all guile, all hypocrisy, all craftiness, and the remembrance of vice bearing this. And make us all worthy, O our Master, to greet one another with a holy kiss, that without casting us into condemnation, we may partake of your immortal and heavenly gift. In Christ Jesus our Lord. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy. Our Lord, who art Jesus Christ, the Son of God, hear us and have mercy. Offer, offer, and order. Ite neveres veien tetis auto gosis oab mariem shoisare emot nanim biko evolen tenin novit in ostem moko becheresto nem bekiot in avaso nem bem nema es oab jihak I exoti emo محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح شركة وموهبة الروح القدس تكون مع جميعكم مستحق وعادل مستحق وعادل لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل أيها الكائن السيد الرب الإله الحق
الكائن قبل الدهور والمالك إلى الأبد، الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعات، الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي خلقت الكل به، ما يرى وما لا يرى، الجالس على عرش مجده، المسجود له من جميع القوات المقدسة. أيها الجلوس قف، الذي يقف أمامه الملائكة ورؤساء الملائكة، الرئاسات والسلطات والكراسي والربوبيات والقوات. وإلى الشرق انظر، أنت هو حولك الشاربين الممتلئون أعينا، والصرافيم ذو الستة الأجنحة يسبحون على الدوام بغير سكوت قائلين. Indeed, O Lord, our
has created us and placed us in a paradise of joy. When we disobeyed your commandment by the deceit of the serpent, we fell from eternal life and were exiled from the paradise of joy. You have not abandoned us to the end, but have always visited us through your holy prophets. And in the last days you manifested yourself to us who were sitting in darkness and the shadow of death. Through your only begotten Son, our Lord God and Savior Jesus Christ, of the Holy Spirit and of the Holy Virgin Mary. تجسد وتأنس وعلمنا طرق الخلاص منعما لنا بالميلاد الفوقاني من الماء والروح وجعلنا له شعبا مجتمعا وصيرنا أطهارا بروحك القدوس هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم وسلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا هذا الذي كنا ممسكين به مبيعين من قبل خطايانا نزل إلى الجحيم من قبل الصليب وقام من بين الأموات في اليوم الثالث وصعد إلى السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب وحدد يوما للمجازاة الذي يظهر فيه ليدين المسكونة بالعدل ويعطي ويجازي كل واحد حسب أعماله اخري ام باينشتي ام مستيريون ان تاتي مت اف سيفيس اف سشغار اتف اف مو خائب ان خم بكوز موس Chin o ke jannaf ji jasawab ina tachine o hina sole bo hemakariyul o henreftan kho Step shoy tve harok fe te vo venio te fnoti o hefni bente o onne vene tav shebe mot afes mo ero Aferagi azinemu Amin bestemu
قسمه وأعطاه لتلاميذه القديسين ورسله الأطهار قائلا: خذوا كلوا منه كلكم، لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا. هذا اصنعوه لذكري. هذا هو بالحق. Likewise, also the cup after supper, he mixed it with wine and water, and when he had given thanks, Amen. He blessed it. Amen. He sanctified it. لتلاميذ القديسين ورسله الأطهار قائلا: خذوا اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا. هذا اصنعوه لذكري. وهذا هو أيضا بالحقيقة آمين. لأن كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكروني إلى ناجي. آمين آمين آمين. بموتك يا رب نبشر وقيامتك المقدسة وصعودك إلى السماء. Therefore, as we also commemorate his holy passion, his resurrection from the dead, his ascension into the heavens, is sitting at your right hand, O Father, and his second coming from the heavens, awesome and full of glory, we offer unto you your gifts from what is yours for everything concerning everything and in everything. Worship God in fear and trembling. Let us attend. Amen.
وهذا الخبز يجعله جسدا مقدسا له. وهذه الكأس أيضا دما كريما للعهد الجديد الذي له. يعطى لغفران الخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه. نسألك أيها المسيح إلهنا ثبت أساس الكنيسة وحدانية القلب التي للمحبة فلتتأصل فينا لينمو بر الإيمان سهل لنا طريق التقوى. الذين رعونهم ثبتهم أعطي بهاء للإكليروس نسكا للرهبان طهارة للذين في البتولية حياة صالحة للذين في الزيجة رحمة للذين في التوبة صلاحا للأغنياء وداعة للفضلاء معونة للمساكين الشيوخ قوهم والذين في الحداثة أدبهم غير المؤمنين ردهم لتنقض افتراقات الكنيسة حل تعظم أهل البدع ونحن كلنا حسبنا في وحدانية التقوى us, all worthy our Master, to partake of your holies and to the purification of our souls, bodies, and spirit, that we may become one body and one spirit, who may have a share and inheritance with all the saints who have pleased you since the beginning. Remember, O Lord, the peace of your one only Holy Catholic and Apostolic Church. This which you have acquired yourself with the precious blood of your Christ, keep her in peace with all Orthodox bishops who are in her. For most remember, O Lord, our blessed and our Father, thy priest Pope Avatadrus II, and his partner and apostolic clergy, our Father, the Metropolitan of Serapion. Lord, have mercy. And those who rightly handle the word of truth with him, grant them unto your holy church to shepherd your flock in peace. Remember, O Lord, Orthodox Higgins, priest and deacon. Lord, have mercy. كل الخدام وكل الذين في البتولية طهارة كل شعبك المؤمن. اذكر يا ربي أن ترحمنا كلنا معا. ارحمنا يا يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع وكل ديارات آبائنا الأرثوذكسيين يا رب
الساكنين في شعبك وبيعتك يطلبون إليك بك ومعك إلى الآب قائلين بوحدانية القلب يعطي طمأنينة للعالم مزاجا حسنا للهواء. تفضل يا رب أهوية السماء وثمرات الأرض ومياه النهر والزروع العشب ونبات الحقل في هذه السنة باركها يا رب. صعدها كمقدارها كنعمتك، فرح وجه الأرض لروح حرسها وتكسر أسمارها، أعدها للزرع والحصاد، دبر حياتنا كما يليق، بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن عين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد، املأ قلوبنا فرحان ونعيما، لكي نحن أيضا إذن لنا كفافنا في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح. شفاء للمرضى، راحة للمعوزين، إطلاقا للذين في السبي، قبولا للأيتام، مساعدة للأرامل المتضايقون، أشبعهم بالخيرات. الساقطون قمم والقيام، ثبتهم الراقدون، أذكرهم المعترفون، اقبل إليك طلباتهم. الخطاه
الذين تابوا عدهم مع مؤمنيك مؤمنوك عدهم مع شهدائك الذين هاهنا اجعلهم متشبهين بملائكتك ونحن أيضا المدعوين بنعمتك إلى خدمتك ونحن غير مستحقين اقبلنا إليك يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. Remember, O Lord, those who have brought to you this gift, those on whose behalf they have been brought and those by whom they have been brought, give them all the heavenly reward. Pray for these holy precious gifts, our sacrifices, and those who bring them. Lord, Zeb choice sani bin tebek monogeni sen shiri strenari eshvire perif me vinteni eswa bin takari katak sinib choice tekerif me vini soab tiro et avranak yes jene veneni oti et oab ni patriarchis, ni profitis, ni apostolos, ni revios, ni evangelistis, ni martyros, ni homologitis, ni me pneuma, ni vene, ni thmit av gokevol, chenefnahti, en ho ovetieth, o webith mehen, o oet oem parthenos en sioni ven. Theseotokosis awapti agia mare seta sekfef noti bilogos chen omesmi. And Saint John the Foreigner, Baptist and Martyr, Saint Stephen, the Archdeacon and brought to a martyr, the beholder of God, the Evangelist Mark, the Holy Apostle and Martyr, the Patriarch and Severus, our teacher, the Escorizant, Asanasus Apostolic, Saint Peter, the Holy Martyr and High Priest, Saint John Chrysostom, Saint Sedasus, Saint Theophilus, Saint Demetrius, Saint Cyril, Saint Basil, Saint Gregory, the Theologian, Saint Gregory, the Wonderworker, Saint Gregory, the Armenian, the 318 assembled at Nicaea, the 150 of Constantinople, and 200 of Ephesus, وابن الصديق العظيم الأنبا أنطونيوس والبار الأنبا بولس ثلاثة مقارات القديسين وجميع أولادهم, لباس الصليب وابن بيأنس القمص وابن بابشوير بار رجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح وابانا ببول الطموح سقيال تلميذه سيدي الابان القديسين الروميين ماكسيموس ودماديس واتصال 40 شهيدا والقوي انبا موسى ويحنس كام القس ابانا بدنيا القمص وابانا بسزوس القصة وابانا ببخمة بالشركة وتدرس تلميذه وابانا بشنود رئيس المتوحدين وانبويصة الميز وبنى بإبراهام أسقف الفيوم والجيزة والقمص ميخائيل البحيري تلميذ وبنى القديس الباب الأنبا كيرلس السادس وكل مصاف قديسيك هؤلاء الذين بصلاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدوس الذي ضايع علينا.
تفضل يا رب أن تنيح نفس أبينا القديس مثلث الرحمات الباب الأنبا شنود الثالث وأن تنيح نفس أبينا مثلث الرحمات نيافة الأنبا ثنسيس ومثلث الرحمات نيافة الأنبا رويس وعبدك الشماس أنطون عبد منصور ونفس طماف إيريني وعبيدك المنتقلين مدحت نسيم جمال فيكتور فديا فيكتور سمير فخوري إيزيز جورج في فردوس النعيم كريا ليسون أولئك يا رب الذين خست نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع ونحن أيضا الغرباء في هذا المكان احفظنا في إيمانك وانعم لنا بسلامك إلى التمام that as in this also not in your great and holy name may be glorified, blessed and exalted in everything, honored and blessed with Jesus Christ, our beloved Son and the Holy Spirit. Irene Pasi. فلنشكر الله الآب ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه العظيم القدوس وأيضا فلنسأل أن يجعلنا مستحقين لشركة وإسعاد أسراره الإلهية الغير المائتة يصنو في الطيوت انت بخريستوس انجبي بندكرتو او رب شويس بنوتي امين امين بروزفيكس دي افني
choice of noti bebando karator fit of orbem bef monogenes and shiri ebi cosmos of its avonemon ebi nomos nemni entoli et escheot Chem bi'ef angelionet oweb. O havet savon jitin esteyen embeshlil ne. Nish avih owe enni dimon evol. E avgoz jepay genos embaf evol. Cheneh li evel en o ebrosev ki. Nem onestia رفع إلي إلى السماء وخلص دانيال من جب الأسود الصوم والصلاة هما اللذان يعمل بهما موسى حتى أخذ الناموس والوصايا المكتوبة بإصبع الله الصوم والصلاة هما اللذان يعمل بهما أهل نينوى فرحمهم الله وغفر لهم خطاياهم ورفع غضبه عنه prayer, those which the prophets pursued and prophesied concerning the advent of Christ many generations before his coming, fasting and prayer, those which the apostles pursued, they preached it to all nations and made them Christians, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. هما اللذان يعمل بهما الشهداء حتى سفكوا دمائهم من أجل اسم المسيح الذي اعترف الاعتراف الحسن من بيلاطس البنطي الصوم والصلاة هما اللذان يعمل بهما الأبرار والصديقون ولباس الصليب وسكنوا في الجبال والبراري وشقوق الأرض من أجل عظم محبتهم في الماء آه
بك المسيح فلنصم عن كل شر بطهارة وبر ونتقدم إلى هذه الذبيحة المقدسة ونتناول منها بشكر لكي بقلب طاهر ونفس مستنيرة ووجه غير مخزي وإيمان بلا رياء ومحبة كاملة ورجاء ثابت نكسر بدالة بغير خوف أن ندعوك يا الله الآب القدوس الذي في السماوات ونقول أبانا Nimbe Christo Isas Ben Chois Nobion Soki Irene Pasi Amati قل يا رب ضعفي أنا أيضا وفر لي خطاياي الكثيرة وحيث كسر الأسفل تكسر هناك نعمتك من أجل خطايا خاصة ونجسات قلبي لا تمنع عن شعبك نعمة روحك القدوس اللهم حالنا وحال كل شعبك من كل خطية ومن كل لعنة ومن كل جحود ومن كل يمين كاذب كل ملاقات الهراطقة والوسنين انعم يا سيدنا بعقل وقوة وفهم لنهرب إلى التمام من كل أمر رديء منحنا رب نصنع مرضاتك في كل حين واكتب أسمانا وكل صف قديسيك ملكوت السماء بالمسيح يسوع ربنا اسكوا رب سلام كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية اسكوا بتركنا الأنبا تاوض روس الثاني وشريك ومطران المكرم الأنبا سرابي اسكوا الأنبا إبراهام الأنبا سوريا الأنبا كورلوس اسكوا أبونا رفايل رب كل الحاضرين معنا في هذه البيعة يا رب بارك علينا بكل بركة روح يا رب اقبل إليك صومنا وصلواتنا وتذللنا يا رب في هذا الصوم ارفع رب عن العالم كله وعن هذا الوباء يا رب واجعل باب بيعتك مفتوحا في وجوهنا مر الدهور والأزمان اذكر رب مرضى شعبك تحنن عليهم واشفيهم يا رب اذكر أنفس عبيدك الذين رقد ونيح نفسهم أجمعين في فردوس النعيم Remember, O Lord, our assemblies, bless them. Save them in and with your spirit in the fear of God, let us attend. Al-Qudsat lil-Qiddisin. مبارك الرب يسوع المسيح ابن الله وقدوس والروح القدس امين واحد هو الاب القدوس واحد هو ابن القدوس واحد هو الروح القدس Sie kommen mir an die
the holy body and precious true blood of Jesus Christ, the Son of our God. Amen. مقدس وكريم جسد ودم حقيقي ليسوع المسيح ابن إلهنا آمين. جسد ودم عمانوئيل إلهنا هذا هو بالحقيقة أمين. أمين أمين أمين. أؤمن 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 وأعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحي الذي أخذ ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا ملكتنا كلنا والدة الإله القديسة الطاهرة العذراء مريم وجعله واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن امام بيلاطس البنطي وسلمه عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادة وحده عنا كلنا. Truly I believe that his divinity parted not from his humanity for a single moment nor a twinkling of an eye, given for us for salvation, remission of sins an eternal life to those who partake of him. I believe, I believe, I believe that this is so in truth. Amen. I believe, I believe. Trust in the house of the Lord. The peace and love of Jesus Christ be with you. Partaking of the Immaculate and Holy Lord, have mercies. Oh.
Christus reneste vine reiegon enehme eneho nemehme enegor esmo erof chembin tagro ente tefgo men lilo ya mubarak lati bismi rab مبارك الآتي باسم الرب. مبارك الآتي باسم الرب. أيسوس بخريستوس رنستفين هريجون إنه من إهون مه من إيجور اسمو إيروف إهريه جن تفمت غوري الليلويا إيسوس بخريستوس رنستفين هريجون إهون مه من إيجور اسمو إروف كطيب عشاين تتفمت نشتي الليلويا آيسوس بخريستوس رنستفين إنه ما إن إهون ما إن إغر اسمو إروف خن أو اسمي إن صلب نغوس الليلويا آيسوس بخريستوس أبين هريهون إنه ما إن إهون ما اسمو إروف خن وبصلتيون نمو أوكي صار الليلويا آيسوس بخريستوس رنستفين ريجون إنه ما إن إهون نمه ما اسمو إروف خن هن كم كم نمهن خروس الليلويا آيسوس بخريستوس رنستفين هريجون إنه ما إن إهو نمه ما إن اسمو إروف خن هن كم نم أورغانون الليلويا آيسوس بخريستوس إنه ما إن إهو نمه ما اسمو إروف خن هن كم فالون إن إسيتو إسمي الليلويا آيسوس بخريستوس رنستفين هريجون as to what I'm seeing, so
Christos ibshiri emevnot sotem eron ohnainam otin je eviot nemem shiri nem beb nev ma es oweb etere yasid jike vod ten ooshtem نصرخ إليك في الضيقات يا أبانا الذي في السماوات قبل الرحم على المساكين فإن الرحمة تحل عليهم والمسيح يرحمهم في يوم الدين ويحل بروح الصلاة يغزين الشيطان والزهد يهزم طغيانه المحبة هي أساس البنيان والتواضع يقوي أركانه قال لا تهتم بالغد بالمرة فالغد بشأنه يهتم اطلبوا ملكوت الله وبره والباقي يزداد لكم ويتم جي في زمر وتنجي في يوتن مشيري من بيبن ما اسوا تتري ياسم جي كيفو من غشتم موسين اعطوا الصدقة للموازين لتشاركهم في ميراث الخيرات وكونوا في المال زاهدين واتجروا في العشر وزنات أكليل معدة للفائزين يلبسونها في نعيم الملكوت وعذاب مخلد للحائدين ونار لا تطفئ ودود لا يموت طوبى للرحم على المساكين فمن امتلأ فرحا ولسن تهليلا من أجل ترون من أسرارك غير المائتة ربنا ما لم تره عين وما لم تسمع به أوزن وما لم يخطر على قلب بشر ما عذبت والله لمحبي اسمك القدوس هذا علمت الأطفال الصغار لذين بعدك المقدسة نعم أيها الآب النازي المسار التي كانت أمامك إنك رحيم ونرسل لك لفوق المجد إكرام أبيك الصالح روح قدس الآن ذهب الدور كلها أمين عبيدك يا رب هؤلاء الذين يخدمونك يطلبون اسمك القدوس يأخذون لك حل فيما رب سر بينهم ساعدهم في كل عمل صالح أن يطلب من كل فكر رديء أرضي امنحهم أن يفكروا في ملأ حياتهم لك ابنك الوحيد ربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح هذا الذي نحن وكل شعبك نصر قائلين
Anem Fiul. Mă rog, anii sunt șirii sus. Sfăpă în paracrit, rămin. Ia melec, hează saida ta'era, lob, hează tezbah, scurnă cu dăm, rabbi, iahfă lăna, hătăiena. Christos bin Noti. Amin. Ya Malik al-Salam, a'tina al-Salam, aqir lana al-Salam, makaf lana khatayana. Anna laka al-Mulk wal-Quwwa wal-Majd al-Abad. Amin. Biqawlana jami'an ya abana allazi fi as-samawati taqaddas. محبة الله إلى أبناء متر ابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة عطية روح قدس فلتكن مع جميعكم امضوا بسلام سلام الرب يكون مع جميعكم كل سنة وانتم طيبين بإذن ربنا يوم الجمعة عندنا قداس من 9 ل 12 وعندنا قداس تاني من 4 ل 6 يوم الجمعة إن شاء الله